يرد الرئيس ماكرون الإهانة التي تعرض لها جون إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي قبل أقل من أسبوعين في بيروت. هل يحمل رسالة واضحة للطبقة السياسية للسلطة في لبنان بأنكم فاقدون للشرعية التي يجب أن تكتسبوها من الشعب اللبناني؟ باعتقادي أن رسالة الرئيس الفرنسي كانت واضحة، وهي ذكرت بما قاله جان إيف لودريان قبل عدة أسابيع عندما قال ووجه الكلام إلى الساسة: اللبنانيين ساعدوا أنفسكم حتى نساعدكم. وبالتالي إذا ما كان هنالك رغبة بالخروج من هذه الأزمة، على لبنان أن يجري إصلاحات حقيقية. والآن هنالك مشروعية في أو عدم مشروعية للسلطة، عدم مشروعية للحكومة. هنالك الحقيقة كما تعلم أحمد، فالتزام تاريخي من قبل فرنسا استقرار الدولة اللبنانية، بوجود الدولة اللبنانية، ولكن هنالك أيضا التزام بأن يكون هنالك توازن على مستوى الداخل ما بين الطوائف، طالما أن النظام السياسي هنالك نظام طائفي، وأيضا توازن في إطار السياسة الإقليمية. المشكلة من وجهة النظر الفرنسية أن لبنان الآن يقفز على قدم واحدة، أن هنالك سيطرة من قبل فصيل واحد، هو الوحيد الذي يمتلك السلاح خارج إطار الدولة، هو الذي يمثل ذراعا لإيران. وبالتالي لا يمكن لأي، سواء للدول الأوروبية أو للدول الإقليمية، تقديم الدعم والمساندة للبنان من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الخانقة. هنالك يجب أن يدرك الساسة اللبنانيين أن هنالك فرق كبير وأساسي وجوهري ما بين التضامن مع الشعب اللبناني، التضامن حتى مع الدولة اللبنانية، وما بين دعم السلطة اللبنانية. لا يوجد هنالك أي دعم، ولم يذهب، وهنا الحقيقة يفسر ما ذهبت إليه أحمد من الطريقة التي تعامل بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لم يذهب لدعم السلطة، وإنما ذهب لدعم الشعب اللبناني ولإظهار التعاطف والتضامن مع الشعب اللبناني. أما مسألة الخروج من الأزمة، فباعتقادي أن هنالك حالة من اليأس. طبعا هنالك رغبة وهنالك اقتراحات فرنسية الحقيقة ليست حديثة، وإنما على امتداد الأسابيع الماضية، ونحن نسمع في الكواليس الكثير من الاقتراحات التي قدمت إلى الساسة اللبنانيين، ولكن هنالك تعنت من قبل حزب الله الذي يرفض أن يتخلى عن جزء من السلطة، إذا شئت يرفض أن يكون هنالك توازن في السلطة، وهذا ولكن هل الوضع من التأزم. هل الوضع مختلف الآن بعد ما حدث وتداعيات هذا الانفجار الرهيب الذي خلف يعني آلاف الضحايا ومئات آلاف المشردين في بيروت، دمر ما يقارب من نصف العاصمة اللبنانية؟ يعني رئيس ماكرون يقول على الأمم المتحدة أن تشرف على المساعدات، لماذا تبتلع السلطة هذه الإهانة؟ ما هو الدور الذي بقي للحكومة أن تلعبه؟ باعتقادي نعم، الوضع ربما اختلف بأن زاد الضغوط على الحكومة اللبنانية. في بداية الأمر كان هنالك تصور لدى بعض المنظرين للحكومة اللبنانية وحتى بعض الساسة بأن ما حدث ربما طوق النجاة الذي سوف ينتشل لبنان من الأزمة الاقتصادية، لأن ذلك يظهر دعما على المستوى الإقليمي، على المستوى العربي، على المستوى الدولي. ولكن حقيقة الأمر أن هذا الحادث وهذا الانفجار زاد الأعباء على الدولة اللبنانية. الكل مقتنع حتى قبل صدور نتائج التحقيق بأن هذا الحادث الذي حدث في مرفأ بيروت إنما هو نتيجة الفساد المستشري في أوصال الدولة اللبنانية، وبالتالي دون معالجة هذا الفساد لن تقوم للبنان قائمة. وهذا الفساد إنما هو فساد اقتصادي، فساد اجتماعي، وفساد سياسي لطبقة سياسية جثمت على صدور اللبنانيين خلال العقود الماضية. لابد من التغيير، لابد من الإصلاح، ولابد من إعادة التوازن لهذه الدولة الصغيرة التي لا تحتمل أن يكون هنالك أن تكون انعكاسا لصراعات إقليمية وصراعات دولية. الكل والفرنسيون على وجه التحديد يريدون من لبنان أن يعود إلى موقعه الطبيعي، سويسرا الشرق الذي لا يدخل في تلك المحاور الإقليمية، الذي لا يمثل محور على حساب محاور أخرى، أن لا يكون هنالك طرف يتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى من اليمن إلى العراق إلى سوريا. لا يمكن الحقيقة أحمد، لا يمكن أن نتخيل أن هنالك دعم عربي أو دعم غربي أو دعم أوروبي خارج إطار الدعم الإنساني الذي يمكن أن يحدث خلال الفترة الماضية، والذي الآن يشترط الرئيس ماكرون أن يكون هذا الدعم تحت سقف الأمم المتحدة. حتى الدعم في المجال الإنساني في معالجة هذه الكارثة يجب أن يكون تحت إشراف الأمم المتحدة، وذلك يعني فقدان الثقة بشكل مطلق في هذه السلطة القائمة في بيروت.